رفض القضاء الإسباني احتجاز زعيم البوليساريو إبراهيم غالي احتياطياً واكتفى بطلب تحديد عنوانه. جاء ذلك بعد انتهاء الجلسة الأولى في محاكمته. استمعت المحكمة إلى غالي عبر تقنية الفيديو من المستشفى حيث يعالج من تداعيات فيروس كورونا، وذلك في قضيتين. الأولى تقدم بها فاضل بريكا المنشق عن البوليساريو والحامل للجنسية الإسبانية بتهمة ارتكاب تعذيب في مخيمات تندوف. أما القضية الثانية فتقدمت بها الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان ومقرها إسبانيا بتهم ارتكاب إبادة جماعية والقتل والإرهاب والتعذيب والإخفاء القسري وفق الوثيقة التي وصلت إلى القضاء الإسباني. وحضر عدد من الضحايا إلى الساحة المحاذية للمحكمة من أجل مطالبة القضاء الإسباني بالمضي قدما في محاكمة زعيم البوليساريو الذي دخل إسبانيا بجواز سفر مزور. قبل يوم من مثول غالي أمام المحكمة الإسبانية، أصدرت وزارة الخارجية المغربية بيانا مطولا انتقدت فيه موقف إسبانيا إزاء قضية الصحراء الغربية. فما هي أصداء المشهد الآن في المغرب؟ ننتقل للزميل عادل الزبيري في المغرب. نعم ليث، هنا في العاصمة المغربية متابعة لأطوار محاكمة إبراهيم غالي زعيم جبهة البوليساريو، وفي جديد المواقف المغربية من الأزمة الدبلوماسية مع إسبانيا، رفض الرباط لاستغلال مدريد في هذه الأزمة لملف المهاجرين غير القانونيين من القاصرين. فالمغرب يعتبر أن الاتهامات الإسبانية لا أساس لها من الصحة، كما ترى الرباط أن مدريد تلتف حول الأسباب الحقيقية للأزمة الدبلوماسية، والسلطات المغربية ترى أنها تحتفظ بحق تقديم الرد المناسب في التوقيت الذي تراه مناسبا على اتهامات الحكومة الإسبانية. وفي ملف آخر، أوعز العاهل المغربي الملك محمد السادس للحكومة المغربية بضرورة إعادة المهاجرين المغاربة القُصّر من الدول الأوروبية، في إشارة لالتزام المغرب بمواطنيه ومكافحة الهجرة غير الشرعية.